فنان مسرحي ومخرج مسرحي، فنان تشكيلي كذلك. المبادرة جات تحت إطار الأوراش، تحملنا هاد الأشار ديالنا على هاد الأوراش باش أنه نزينوا المدينة. تقريبا 20 شاب. هاد 20 شاب أنه تتخلص من الدولة، من برنامج الأوراش. يعني بادرة زوينة، وهي بادرة وطنية ملكية، يعني وحنا فخورين بهاد الدعم هذا، وتيبرز بزاف ديال الحوايج انه الشباب فين واصل. كاين شباب عنده ثقافة، الشباب عنده طاقات كبيرة، وفعلا هاد 20 فرد اللي معنا كلها ولات انها كطرف تشد الفانسو وكترسم، وهي دابا حاليا الخلف غيبقى، لان كانوا تقريبا سيدي قاسم كانوا الفنان التشكيلي محسوبين على رؤوس اصابع. دابا تولدوا لنا فنانين اخرين، بحال مثلا اخت ايمان فنانه يعني تشكيليه دابا بور لانستون، انا عطات بزاف بزاف محطات، وكذلك التلاميذ ولاد الدراري اللي هضرتي معاهم دابا حتى هما داروا البصمه ديالهم في جوج مؤسسات. جداريه في مؤسسه تعليميه مدرسه بيران زهران، ومستشفى اللي هو ديال الحي، يعني مستشفى كبير حتى هو فيه لاتام ديال الصحه، وكذلك التعاونيه هذه حتى هي احنا فيها. وغادي ان شاء الله مازال تيجيونا طلبات ديال المؤسسات التعليميه باش نجيو نخدموا عندهم. هادو المؤسسات فاش كيعيطوا لنا تنقول لهم ما عندناش لابانتير، تيقول لنا حنا نشريو لابانتير. حنا بدينا بروغرام في الاول على اساس انه غادي نبداو الاماكن العموميه اللي بارزه في المدينه رسموها، ولكن ما عندناش كيفاش نمشيو نرسموا فيها. علاش؟ لان لا ماتير انه ولينا حنا كنقلبوا على اساس باش نجيو لهاد المحطه نخدموا فيها. هذوك الناس هما اللي كيتحملوا المصاريف ديال السلعه. هذا هو الصاليرات تعطيهم المستفيدين. صافي، الجمعيه حنا جمعيه فرقه بنو بطوطه المسرح. فهمتي؟ مزيان، هذه بادرة زوينة انه الدراري يستافدوا، ولكن في لاماتير مازال لحد الان ما عندناش لاماتير، ما عطينا حتى شي حد لاماتير، ولكن حنا كنعوض رغم كل هذا. راه غادا الامور مزيان. محمد الدميات من مدينه سيدي قاسم، شاركت مع جمعيه بنو بطوطه يعني في هاد العمليه ديال الاوراش باش نعطي واحد الجماليه للمدينه، و يعني يكون واحد التغيير في المدينه، و تنطلبوا من الساكنه ومن الشباب ديال المدينه باش يحافظوا على هاد الجداريات هادو، وبقاو يعني يدوموا ويعطيو واحد النظره للمدينه، وتكون ان شاء الله اضافات واعمال اخرى بحال هاد الشيء هذا. يعني ما نوقفوش في هذه، يعني ما تكونش مرحله وحده ولا هذه، يعني نزيد نتمنى ان شاء الله تكون الاضافه وتكون في حوايج اخرين في المدينه، يعني اللي باش تنميها ويكون خير ان شاء الله.